شهدت إحدى فنادق العاصمة أنجمينا صباح اليوم اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لإصلاح المؤسسي بغية اعتماد التقرير النهائي في سياق الإصلاح المؤسسي للدولة، حيث ناقشت اللجنة موضوع إصلاح الجهاز القضائي. تقرير هارون عباده. تباشر اللجنة الفنية المشتركة ما بين الوزارات للإصلاح المؤسسي عملها للمصادقة على التقرير النهائي لعملية المشاورات والاستقصاء الذي أجرته اللجان الفرعية بواسطة الإطار المرجعي الذي وزع للقوى الحية، حيث ناقشت اللجنة موضوعين وهما إصلاح الآلة القضائية وتعديل المؤسسات العليا للجمهورية، حيث كان النقاش بشكل موسع خاصة في مجال تعديل وإصلاحات الأجهزة القضائية، بحيث أن استقلالية القضاء ضرورة حتمية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وفصل القانون عن السياسة، إضافة إلى تأسيس محاكم خاصة وأيضا الاختصاص المكاني للجهاز القضائي. واقترحت اللجنة تأسيس محكمة الجرائم الاقتصادية وتحديد مهامها حتى لا يتضارب عملها مع محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة، وتحديد دور السلطات التقليدية، كما ركز المتداخلون حول مسألة الدية في حال إثبات تهمة القتل عمدا والتي لا تتماشى مع مبدأ القانون. الوزير والأمين العام للحكومة رئيس اللجنة الفنية دكتور عبد الله صابر فضل طمأن الحضور بأن كل المقترحات والتعديلات الإضافية ستؤخذ بعين الاعتبار وترفع إلى اللجنة العليا، وقد أبدى المشاركون ارتياحهم من الجو الذي خيم على أعمال هذا اللقاء. نظام القضائي يكون نزيها ومستقرا وغير تدخل النظام التنفيذي في هذا الشأن، وأيضا تداخل في كل هذه المجالات واعتمد أيضا ببعض التحديثات التي أدخلت فيه حديثا. أيضا تطرقنا إلى موضوع الثاني وهو المؤسسات الكبرى للدولة. أيضا هذا الموضوع لمسناه من قبل في اللجنة الفنية، وعندما طرح أيضا أدخل عليه بعض الإضافات، كيف يكون المؤسسات القديمة، هل تكون منذ هذه الفترة، ماذا عملت، ماذا فعلت، هل ضرورية بالضرورة تكون موجودة استمراريتها أم يتم حذفها واستبدالها ببعض النظم الحديثة. الجلسة الثانية خصصت لمناقشة موضوع إصلاح المؤسسات العليا للجمهورية، حيث تم اعتماد بعضها، واقترح التقرير حذف بعض المؤسسات وإدخال تغييرات إدارية وفنية في الأخرى. قدم صباح اليوم نائب رئيس منسقية الأغلبية الرئاسية يحيى عبد الله يحيى حديثا صحفيا هنأ من خلاله رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على نجاح الطاولة المستديرة حول حشد الموارد للخطة الوطنية للتنمية في باريس. من هنا نهني باسم الأغلبية الرئاسية فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على النجاح الباهر. وبهذا الصدد فإن الأغلبية الرئاسية أيضا تهني الحكومة التي دعت جميع المستثمرين المجيء إلى البلاد من أجل الاستثمار، وهذا يساعد على نظرة الحكومة وهي الهدف من أجل تنمية شاملة، لأن البلاد تحتاج إلى كثير من الخدمات التي تساعد على هذا الهدف. وبخصوص النداء التي وجهته المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، فإننا نتساءل ما هي العلاقة التشادية الفرنسية، وهل هذا يتعدى على سيادة البلاد؟ إن مثل هذه المسائل تناقش داخل البلاد.